السلام عليكم. طيب شيخنا، لم تجيبني على مسألة أعظم متبرجة في تاريخ البشرية، هل هي عائشة لأنها قامت آسف، وصنعت؟ أغلق الهاتف، أغلق الهاتف في وجه هذا الشيعي الرافضي الذي ينال من أمهات المؤمنين رضي الله عنهما. وهذا الشخص دوما يغير اسمه كذبا وزورا كما هي عادتهم، فاسمه ثائر الشيعي الرافضي، ويتكنى أحيانا بدراج إلى غير ذلك. بارك الله فيكم إخواني وحفظكم الله. دلس على الإخوة وقال أنا أبو خديجة من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف لإذلال أهل الباطل، الكذب لإذلال أهل الباطل وبيان فساد عقيدتهم كما قال الشيخ على الخضير، وهذا ما صنعه هذا أظنك أظنك دراج الشيعي الرافضي، أظنك دراج الشيعي الرافضي الملقب بثائر المتنكر في شخصيته. أعتذر عن الجواب لهذا أيها الإخوة والأخوات، لأنه دائما يتناول أعراض أمهات المؤمنين ويشوش على الناس وينتحل شخصيات أشخاص.